اهلا بحضراتكم الجديد المشاهدين، ولسه مكملين معاك ونبدا معاك اولى فقرات برنامجنا الحواريه. مفيش شك طبعا وكلنا عارفين ان هناك الكثير من التحديات اللي بتواجه المجتمعات، تحديدا المجتمع المصري الخاصه بالطاقه. ده جعلنا ان احنا نتجه لاستخدام البدائل. لو جينا فكرنا كده نجد ان البدائل في اشياء بسيطه جدا جدا، ابسطها المخلفات اللي احنا نتكلم عنها النهارده وتحديدا مخلفات النخيل. هنحاول بشكل عام نحاول نستعرض لحضراتكم كيفيه مواجهه تحديات الغذاء والطاقه من خلال استخدام المخلفات مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الفقره الدكتور مصطفى النحراوي الباحث بالمعمل المركزي للنخيل. اهلا بيك يا دكتور، تحت حضرتك. الحمد لله. طيب نستعرض الساده المشاهدين، زي ما قلت يمكن الحل بسيط جدا في استخدام المخلفات، يعني ايه انواع المخلفات الزراعيه اللي احنا ممكن نستخدمها تعوضنا شويه عن الضعف الشديد اللي موجود دلوقتي في الطاقه بشكل عام؟ هو الحقيقه قبل ما نعرض مشكله المخلفات لازم نقول ان في مشكله في الطاقه في الفتره الحاليه. تمام. وده اللي خلى القائمين على العمل في مجال البحث العلمي ان هم يتجهوا لسد الفجوه دي او تحجيم الفجوه دي. ده ازاي؟ انا دلوقتي عندنا زياده في عدد السكان بشكل كبير خصوصا في الدول الناميه، بالاضافه الى ان ظهر انتاج الوقود الحيوي، واللي ابتدت دلوقتي الدول المنتجه للمحاصيل الغنيه بالطاقه تستخدم المحاصيل دي في انتاج الوقود الحيوي. لا البيوجاز. غالبا الطاقه هي عباره عن الكربوهيدرات، او يعني مصدرها هو الكربوهيدرات او اللي هو برضو السكريات، الكربوهيدرات او السكريات. تمام. على حسب تقسيمها يعني العلمي. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا يعني اهتمام بشكل كبير ان احنا نغير مفهوم المخلفات. تمام. الى منتجات ثانويه. جميل. بالنسبه لنا طبعا في 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 بدائل كتير، احنا ممكن نزرع حاجات زي الجوجوبا والجتروفا. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في حاجات اوريدي موجوده. تمام. عندنا النخيل، طبعا معظم النخيل اللي موجود عندنا في مصر مزروع بالبذره، بالرغم ان مصر تعتبر من الدول الاولى في الانتاج، الا ان جوده الانتاج منخفضه. ليه؟ لان البذره طبعا الفاريشن او التباين في الصفات الوراثيه للنخله، البذره ما بتبقاش زي الام بالمثل، فبيحصل ان في فرق في النخله اللي هي مزروعه بالبذره من الام، فبيبقى في تباين في النخل ده، خصوصا في الاماكن اللي هي زي الوادي الجديد وسيوه والكلام ده. تمام. فدلوقتي عندنا مشكله، المشكله هي ايه؟ المشكله ان دلوقتي الفلاح لا يقبل على معامله تلك النخله. ليه؟ لان الثمره مش بالجوده اللي بتتباع بيها، فدي تكلفه. تمام. فاحنا دلوقتي بنقول ان الثمره دي بالرغم من ان ممكن يكون نسبه التنينات فيها عاليه، ممكن يكون غير مرغوبه للمستهلك نتيجه لصغر الحجم او الكلام ده، الا ان محتواها من السكريات ما بيقلش كتير عن الثمره الجيده. استخدام السكريات في عمليه انتاج الوقود الحيوي اوريدي الناس قدرت ان هي تطلع من البلح ايثانول وبيوتانول، وده موضوع مفيد جدا خصوصا في الفتره اللي احنا موجودين فيها. طيب المخلفات بشكل عام ازاي ممكن استغلال الاستغلال الامثل بحيث انها تدينا مصادر مختلفه من الطاقه يا فندم؟ هو في الاساس طبعا ان احنا عايزين نشجع الفلاح على انه يعمل النخله بكل المحتويات اللي فيها، سواء سعف النخيل او الثمره او النوى او الكلام ده. تمام. فلازم اوجد قيمه بديله، او ان انا اوجد يعني مجال تصنيعي لتلك المنتجات. طبعا انا ممكن اخد الثمره دي. الثمره دي طبعا هو طبعا في فرق ما بين انتاج الايثانول او انتاج الوقود الحيوي من الحبوب ومن الحاجات اللي هو محتواها عالي من السكر، اللي هي زي قصب السكر والبلح. انا بعمل في حاله الحبوب طبعا بعتمد على النشا بشكل كبير في عمليه التخمر. تمام. ان انا بحط الميكروب مع البلك اللي موجود عندي ويبتدي يتعامل. اما بالنسبه للحاجات اللي محتواها عالي من السكر، فانا بعمل عمليه اذابه للمحتوى او المحلول السكري واخده واعمله عمليه فيرمنتيشن او تخمير، وبعد كده اعمل عمليه تقطير للمنتج ده، بتطير الميه وباخد الايثانول.
طيب ده كلام جميل جدا دكتور، ولكن الفلاح البسيط اللي بيشوفنا دلوقتي ازاي هو يقدر يقوم بالتجربه دي بنفسه ويعملها عشان يولد طاقه بشكل معين؟ يا ريت تشرح لنا تجربه عمليه تقول له يعمل ايه، ازاي يتعامل بشكل مباشر مع هذه المزيد. ماشي. هو على فكره موضوع تعامل الفلاح مع المنتج بشكل مباشر ده هيبقى صعب بالنسبه له، ده مبدئيا. لكن هو الاساس اللي احنا بنقوله للفلاح ان احنا ممكن نستفيد بالمنتج اللي انت شايفه ملوش قيمه ده في ان احنا ناخده وننتج منه وقود حيوي. المنتج عباره عن ايه وازاي ممكن نستفيد منه؟ دلوقتي المنتج ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي عندي كميه من البلح باخدها وبعدين اعمل عمليه اذابه ليها في محلول سكري. اكون محلول كل انواع البلح مش العجوه مثلا او يتطلب لا كل معينة. ممكن كل انواع البلح، كل انواع البلح مفيش مشكله لان محتواها من السكر. جميل. ممكن يكون في تباين بس محتواها يأهل البلح ان هي ان انت تاخد منه مصدر للوقود او السكريات. تمام. المختزله. اخذت البلح دلوقتي هعمل ايه؟ بعد كده بنقعه في الميه. تمام. لمده معينه. وبعد كده ببتدي. مده قد ايه تقريبا مثلا؟ مده من 48 ل 72 ساعه على حسب درجه الحراره اللي موجوده علشان تحصل الاذابه كامله. جميل. وبعد كده بعمل عمليه بضيف بقى الميكروب بتاعي على المحلول اللي انا خدته. الخمائر ده عباره عن ايه؟ ساكاروميسيس سيرفيزيا او انواع اللي هي بتساعد على التخمر. تمام. مع ظروف ودرجه حراره مناسبه. وبعدين بتحصل عمليه الفرمنتيشن، بشم ريحه الكحول اللي موجوده عندي. بعد كده تبقى في عمليه تقطير وهي دي اللي صعب الفلاح يعملها. عباره عن ايه طب العمليه دي؟ عمليه تقطير طبعا انا بعمل عمليه في جهاز او مقطر معين او فيرمنتور ده بيساعد على ان انا اخد الايثانول او اعمل عمليه تبخير للميه واخد الايثانول صافي. طب بستخدمه ايه بقى في الايثانول الصافي اللي انا؟ طبعا الايثانول بيستخدم في منتجات كتير. في الطاقه، في التطهير، وبيستخدم في يعني ده دلوقتي مدخلينه في وقود السيارات بره. طيب الجهات اللي تقدر تعمل ده يعني وازاي ممكن الفلاح يتعاون معاها يا دكتور؟ والله هو الجهات انت احنا بس في نقطه انا عايز اوضحها. طيب. هي ان احنا بنتكلم في جزئيه يعني ايه امتى تبقى الموضوع فعال اما يبقى مطلوب بشكل كبير. يعني دلوقتي الموضوع مش مطلوب قوي. لان برضو عمليه البروسيسنج والتصنيع والكلام ده وان انا احوله لشكل ممكن ان انا استخدمه مثلا في 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 في, في كوقود للسيارات او كلام زي كده، ده مش موضوع سهل او موضوع شبه مكلف يعني. يعني لسه ما وصلناش لدرجه ان احنا نعرف كل يعني الخلفيه. الموضوع لا هو اوريدي موجود وبره يعني سهل ان انت تجيب المعلومه او اوريدي ناس شغاله عليه هنا. تمام. بس القصه كلها انا اوريدي عندي بدائل. اول ما البدائل دي تغلى او ثمنها يزيد عن الثمن المحدد فهبتدي اتجه للموضوع ده. انا كل اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ عايزين نقول ان النخله دي او الحاجه اللي انت شايفها ملهاش ليها مش ليها قيمه ممكن يبقى ليها قيمه سواء في الوقود الحيوي بالاضافه ان هي ممكن تستخدم في تغذيه الحيوان. زي ايه بقى؟ زي ممكن نقوم بالعمليه دي؟ هو في الحقيقه في تغذيه الحيوان انت بتعتمد على مصدرين اساسيين مع بعض الاضافات الغذائيه اللي هي زي الفيتامينز والمينرالز والاملاح المعدنيه والفيتامينات. نعم. انت اساس التغذيه عندك مصدر للكربوهيدرات ومصدر للبروتين. طبعا علشان البلح غني بالكربوهيدرات ف يعني تقريبا المركبات الغذائيه المهضومه في البلح بتوصل بتعدي ال 75%. تمام. مجموع المركبات الغذائيه المهضومه بتعدي 75%. تمام. وده تقريبا بيقرب من الذره. فاستغلال البلح يعني كمحل للذره في عمليه التغذيه ده موضوع مفيد جدا. البلح محل للذره. واحنا عندنا الحمد لله الاصناف العديده المتنوعه من البلح في مصر. واحنا من دلوقتي بنتكلم على البلح اللي هو البلح المرفوض، يعني احنا عندنا 12 مليون و262 الف نخله ما شاء الله. طبعا متوسط انتاجهم تقريبا 1,374,000 طن. 27.71% عباره عن بلح مجهل. البلح ده لا يقبل عليه المستهلك في استخدامه. مجهل يعني يا براهيم؟ مجهل يعني اصناف غير معلومه او غير مصنفه. وغالبا بتبقى رديئه. ده يضاف عليها النسبه اللي هي نسبه الفاقد اللي سواء تساقط
او سواء البلح المرفوض من مصانع العجوه او ما الى ذلك. ده ممكن نستخدمه كبديل، ده ممكن تستخدمه، ودي والتجارب اثبتت كده يعني ان انت ممكن تستخدمه كبديل. هو طبعا ما اداش يعني، مش هنقول ان هي او هو اعلى من الذره، هو ممكن يخش كبديل للذره بنسبه 100%. طب هل تم عقد العزم بالفعل وتم استخدامه كبديل؟ اه اوريدي الناس بتستخدمه. الفكره كلها ايه؟ احنا في البحث العلمي بنتجه الى الحاجات اللي ليها كميه، احنا مش يعني مش هنشتغل في حاجات نقعد نقول كلام وخلاص. يعني مش لازم، انت عشان تغذي حيوانات وتدخل حاجه بديل حاجه لازم تستخدم كميات. الكميات دي يبقى ليها مصدر، ولازم تاخدها من مكان معين، زي قشر البرتقال مثلا اللي هو بعد عمليه ان انت تاخد العصير بتاع البرتقال، القش ده بيستخدم في تغذيه الحيوان. جميل. فالمصانع العجوه والكلام ده، احنا ليه بنتكلم بقى في جزئيه البلح الرديء؟ لان الفلاح دلوقتي ما بيقبلش على استخدام البلحه دي او معامله النخله دي. طيب دي لها تاثير تاني؟ اه لها تاثير تاني. هو واحد جايب مثلا زارع النخل بتاعه اصناف كويسة جدا والمزرعة كويسة جدا، بيرش في ميعاد معين، بيقلم في ميعاد معين، وجنبه واحد او جنبه عدد من النخل ما بيعملش خالص النخل بتاعه. تمام. فبيحصل ايه؟ ده عامل وقاية لسوسة النخيل مثلا او الحشرات اللي بتصيب النخل. تمام. مجرد ما تتنقل السوسة من المكان اللي هي كامنة فيه عند الراجل اللي ما بيعملش او ما يعرفش شكل النخل بتاعه عامل ازاي للمزرعة التانية، فكأن المكافحة أو المصاريف اللي صرفها صاحب المزرعة اللي هو ماشي بسيستم معين نظام معين كأنه ما عملش أي حاجة. تمام. طيب يعني معلش برضه هتطرق لجزئية مهمة جدا، إيه أخبار سوسة النخيل دلوقتي وآخر ما تم اتخاذه للقضاء على انتشارها يعني؟ والله هو سوسة النخيل اللي طبعا بيقولوا الوقاية خير من العلاج. تمام. يعني أنت في الأساس أنت بتهتم بعملية الوقاية، ان يعني انت ترش في مواعيد معينة، وطبعا دي ليها متخصصين معانا في معمل النخيل بيتكلموا عليها ويقدروا يفيدوا الناس بشكل اكبر. طبعا اما الحل النهائي، طبعا الجيش قدر ان هو يكتشف جهاز، الجهاز ده بيعرف اذا كان في النخلة دي مصابة بالسوسة ولا لا، وبيتم المعاملة من خلال ان هو بيعمل ثقوب في النخلة ويبتدي يعمل عملية الحقن بالمبيد. وممكن يتغلب على الموضوع، خصوصا لو هو قدر ان هو يعرف ان الإصابة يعني يتعرف عليها بشكل مبكر. تمام. وده بيفيد، والجهاز طبعا يعني كان ليه دور كبير في الموضوع ده. هما يعني هيبتدوا الجهاز ده ينتشر على مستوى الجمهوريه في الفتره ان شاء الله القادمه. طيب نرجع تاني لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه عن استخدام البدائل وتحديدا المخلفات في مواجهه تحديات الطاقه والغذاء. عايز حضرتك برضه يا دكتور تذكر لي بعض التجارب اللي تم اجراءها على مثلا مجموعه من النخيل، استنتجتوا ايه؟ توصلتوا لايه؟ خطتكم المستقبليه عشان يكون عندكم حلول بديله لهذه الطاقه؟ وحضرتك تعلم يعني ان مصر من اكبر الدول اللي بتواجه تحديات كثر في هذا المجال، يعني مواجهه الطاقه. والله هو من يعني في بحث دكتوراه، ده انا عامل الدكتوراه بتاعتي على المخلفات بتاعت او الديسكارد ديت، البلح المرفوض. تمام. وقدرنا ان احنا نستخدم نقارن ما بينه وما بين الذره في تغذيه الجاموس الحلاب. تمام. ولقينا ان هو ممكن يحل البلح المرفوض ده محل الذره بنسبه 100%. تمام. وبعد كده خدنا جزء من البلح ده عملنا له تخمير بحيث ان احنا نفصل الجزء اللي احنا ممكن نطلع منه وقود حيوي او ايثانول، واستخدمنا الجزء المتبقي اللي هو الفيرمنتد ديسكارد ديت او البلح المتخمر ده في تغذيه الحيوان. تمام. هو حل ممكن يحل بنسبه، او ممكن مع بعض الابحاث نشوف ايه الاضافات اللي ناقصه ليه علشان خاطر يواكب او مستوى الذره في التغذيه. طيب يعني ده اللي خلينا اسال حضرتك يا دكتور مصطفى، دلوقتي انتوا بتستخدموا البلح اللي هو مجهول الهويه، البلح المفقود ده في تغذيه مكان الذره، هل انتوا بتقدموه كده على طول ولا بتضيفوا عليه بعض الاضافات، او بتقوموا مثلا بالحاق به بعض يعني نظريات حتى يكون يعني يعطي نفس القيمه الغذائيه؟ لا هو في الحقيقه قابلتنا مشكله في عمليه فرم البلح. طبعا. انت دلوقتي علشان خاطر تستفيد من البلحه كامله لازم تعمل عمليه جرش للبلح، لان النوايا دي عمليه الهضم بتاعتها عمليه صعبه. طبعا.
تمام وعمليه تكسرها، فلازم لازم لا لازم تتكسر البلحه دي. فاحنا عملنا فرم كامل للبلحه بالنوى اللي موجود فيها. تمام. بس قابلتنا مشكله ان المكنه اثناء عمليه الفرم طبعا مع نسبه الرطوبه وارتفاع درجه الحراره بيحصل ان الضاي او فتحات خروج البلح ده كانت فيه مشكله، فاتغلبنا عليها بحاجه من الاثنين، ان احنا نحط يا تبن أدبان. المشكلة يعني عبارة عن ايه؟ انت دلوقتي بيحصل سد للأماكن دي عشان بس الحجم النوايا اللي هي بتبقى موجودة في الفرم، او ان انا اضيف مكون من المكونات اللي انا هستخدمها بعد كده زي الردة مثلا. يعني الردة بتخش معايا في ده مجرد مكون من مكونات العلفة الكاملة البلح، زيه زي الذرة، ففي ردة وفول صويا وكزب قطن مثلا، فيتامينز، املاح معدنية، كلام زي كده بتضيفوها للبلح. فاحنا بنضيف المكون ده مسبقا يعني، وبعدين يخش في عمليه التصبيع او عمليه تكوين العليه. طب الكلام الجميل ده يا دكتور بتستخدمه المزارع الكبيره دلوقتي مثلا، ولا ممكن ازاي استفاد منه الفلاح البسيط يعني؟ ما هو ما عندوش المكنه اللي هو ممكن يفرم منها ويحولها بعد كده. لا اوريدي في دلوقتي الوادي الجديد في مكنه ومصنع. انا بتكلم على يعني باقي الانحاء المدريه، يعني الفلاح اللي هو البسيط اللي هو مثلا عنده 2 ماشيه في بيته ولا 3 ماشيه في بيته، فطبعا بيبقى موضوع مكلف جدا لما بيصرف عليه الاكل بتاعهم يعني. ما هو مشكله التفتت دي في الزراعه في مصر يعني، دي مشكله كبيره يعني، ان انت تتعامل مع كل يعني مثلا في فرنسا الناس بتجمع حيواناتها وبيدوهم دعم، كل ما يزيد العدد كل ما يزيد الدعم من الدولة. ليه؟ لأن تفتيت الأرض الزراعية والتجزيه بيزود التكلفة على الوحدة الإنتاجية. تمام. عشان كده يمكن وزارة الزراعة يعني بتهتم شوية بموضوع الدورة الزراعية، وأعتقد يعني كل شغل الفلاحين بيحاولوا إن هم يدخلوا في مجال أو موضوع الدورة الزراعية ده عشان يقل عليهم تكلفة الإنتاج أو تكلفة الحصاد بشكل عام، هيكون أفضل. يعني إحنا طبعًا هو الفلاح يعني مش هنقول كتر خيره في حاجات كتير، بس يعني الزراعه المصريه محتاجه نوع من انواع التواصل الاكبر مع الفلاح، ولازم الفلاح يبقى عنده دافع. فهو هي عباره عن دايره مقفوله علشان خاطر تقدر يعني الفلاح ليه بيجي ياخد مثلا تقاوم مركز البحوث الزراعيه؟ لانه بقى عنده ثقه ان بخصوصا المحاصيل الحقليه، ان هو عنده ثقه ان دي بتحقق له ربح. تمام. فهو دايما الفلاح متجه للي هيزود له الحاجه. تمام. فعشان تقول له معلومه جديده او مفهوم جديد او تغير من مفهومه، لازم يحس ان في ربحيه من الموضوع، ولازم يحس ان في عائد كبير من الموضوع. واعتقد ده يحصل بالادوار المتعدده، ليس فقط الدور اللي هو الواجب بالحكومه واللي بتقوم به دلوقتي وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. مهم جدا يكون في توعيه ويكون في اضافه للفلاح مزيد. عشان كده احنا من خلال هذه الفقره بنحاول نتكلم ونفيد اخواننا الفلاحين ازاي يستخدموا المخلفات في انتاج الطاقه. الفلاح البسيط اللي هو عنده مثلا نفايه شويه روس او اي حاجه، ازاي يستفاد منهم بدل مثلا ما يكون في فاقد او يسبب مشاكل يعني. عايزين ندخل الموضوع بشكل امثل في هذه الجزئيه. هو الفلاح يعني الفلاح بالنسبه لي الطاقه هو اوريدي الروس بتاع الحيوان، ما هو بيجففه وبيستخدمه هو والمخلفات الحاصلات الزراعيه زي حطب القطن وقشر الرز في ان هو يعمل عمليه توليد للنار اللي بيقوم عليها بعمليه طهي الطعام وكلام زي كده. تمام. بس تقنيه ان انت تستخدم حاجه في حاجه تكنولوجيا عاليه زي مثلا السيارات دلوقتي اللي بتشتغل بالوقود الحيوي. تمام. اللي موجوده سواء في البرازيل او في امريكا او في انجلترا، استخدام ان انا اولد كهرباء بالوقود الحيوي. الحاجات دي مش ايزي، ده تكنيك. لكن في المستقبل ده موضوع هو هيحتاجه. مش لما الامور تبقى باظت عنده لازم. لا، انت بتقول لك النهارده لو انت احنا بندي بدايل، ما في تغذيه حيوان بالظبط، في ان انت تستخدم السعف بتاع النخيل، في منتجات متعدده كتير. القصه كلها ان انت لو بصيت حتى للظروف العالميه والوضع العالمي تحس ان هو يعني ايه، الامور شبه مش مستقر عموما. وعلى مستوى العالم الزراعه متاثره بشكل كبير، مش في مصر بس يعني على مستوى العالم الزراعه متاثره بشكل كبير. تمام. ف مهم قوي ان يبقى في نوع من انواع الثبات
بقدر الامكان اليومين دول او الفتره دي، لان هيحصل اعاده ترتيب اكيد يعني. واعتقد يجب ان يكون هناك نظره مستقبليه لاهم التحديات اللي بتواجهنا، وتحديدا التحدي الكبير في مجال الطاقه المتجدده. يمكن بعد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين كان دلوقتي في يعني استثمار كتير جدا نتيجه هذه الزياره، تم فتح الكثير من المشروعات هنا في مصر الصينيه، وكمان خاص في مجال الطاقه وتوليد الطاقه الكهربائيه. وحضرتك قلت يعني بيستخدموا الوقود الحيوي دلوقتي في توليد الطاقه الكهربائيه، يعني مش عايز اقول الشح في مصادر الطاقه زي مصادر البترول وغيرها، ولكن لازم يكون عندنا نظره مستقبلية. هذه النظرة المستقبلية أعتقد يعني أهدافها بتنقسم ما بين الحكومة وبين التوعية بشكل عام للشعب. بحكم حضرتك يعني خبير في هذا المجال، وإن احنا ممكن يكون عندنا مصادر بديلة للطاقة، إزاي نعمم ده وإزاي يكون عندنا نظرة مستقبلية بشكل عام لهذه المسؤولية؟ هو في الحقيقة أنت عندك حق، احنا فعلا عندنا نقص في الوعي ده، بدليل ان مثلا تيجي تلاقي الفلاح بيوكل الحيوان ردة وذرة، بس ردة مصدر للطاقة والذرة مصدر للطاقة. طب مصدر بروتين فين؟ مش موجود. فحتى الاهدار في مصادر الطاقة موجودة عندنا بشكل كبير في يعني بلا وعي او بلا تقدير. تمام. احنا علشان خاطر نقول مصدر للطاقة لازم يحصل دراسة للوضع المحصول، ايه ممكن ازرعه كمصدر للطاقة وايه اللي موجود عندي ممكن استخدمه كمصدر للطاقة. تمام. وعلى اساسه بيحصل اتفاق مع وزارة الصناعة او الجهات المعنية، سواء البحثية اللي هي تقدر تضيف في كيفية استخدام مصادر الطاقه دي بالشكل الامثل، لان انا مش معقول حاجه على 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 مثلا غير الذره واقول انا هاخد الذره ده هعمله مصدر، طب مين هياخد مني؟ تمام. طيب دكتور مصطفى، بان حضرتك يعني باحث في معمل المركز للنخيل، ايه بقى النظريات اللي وضعها المعمل خاصه في استخدام البدائل وتحديدا من النخيل لانتاج الطاقه يعني؟ طبعا احنا عندنا في قسمين، قسم تصنيع منتجات النخيل تمام الثمريه، وفي قسم لتدوير المخلفات. نعم. او المنتجات السنويه. نعم. فاحنا دلوقتي بنشتغل بشكل كبير في تعاون كبير مع اساتذه من كليه الهندسه، وفي طلبه كمان موجوده يعني من كليه الهندسه ازاي يستخدموا الاجزاء الخشبيه بتاعه النخل في ان هو يصنع منتجات خشبيه من سعف النخيل. برضو النوى ان انت تقدر تستخدمه في انتاج العديد، لان طبعا سواء محتوى من العناصر المعدنية او الفيتامينات او احتواء البلح من الهرمونات، ان هو يخش في العديد من الصناعات زي العقارات او ان هو يخش في كمكسبات لبعض المواد الغذائية، او ان انا اصنع منه منتجات غذائية، او ان انا استخدمه في انتاج صناعات زي البن وما الى ذلك. في صناعات كتير حقيقه يعني، يعني في النهايه عندنا بدائل، ولكن عايزين يكون عندنا توعيه بشكل امثل ومعرفه لاستخدام هذه البدائل. ما هو انا دلوقتي في حاجه مفيده، يعني انا بقول دي حاجه مفيده، هو ما يعرفش ان هي مفيده. نعم. مجرد ما يعرف ان هي مفيده فهي هيبقى ليها قيمه. تمام. هيبقى اللي بيزرع حاجه ليها قيمه. بالظبط. هياخد فلوس. هي دايره. قله الوعي وتحميل المسؤوليه في بعض الاحيان على المسؤولين بشكل كامل. احنا ما بنقولش يعني المسؤولين اليوم هي ادوار مشتركه زي المسؤول ليه دور انت كمواطن. احنا عندنا حاجات او مصادر كويسه جدا، بس لما نيجي نقول ان في مشكله في كذا، في مشكله مثلا في كميه الميه، الناس ما بتدركش الا لما مثلا الميه ما تبقاش موجوده. نعم. ان في مشكله في الميه، بتقول في مشكله في حاجه ثانيه. فالمسؤوليه مش واقعه بشكل كبير يعني على سواء المسؤولين. هو هي مسؤوليه مشتركه. هو ايه اللي هيمنعه؟ هو يتمنى ان هو يعمل حاجه كويسه. بالظبط. إيه وكلنا يعني عايزين نستفاد. اذا المسؤوليه مشتركه، والتوعيه دي اعتقد يعني مسؤوليتنا ومسؤوليه حضراتكم. يا ريت ان يكون في تعاون ما بيننا وبين حضراتكم حتى نقدم للساده المشاهدين والاخوه الفلاحين والمزارعين بشكل عام اهم يعني هذه الاستخدامات اللي بتعوضهم بشكل كبير جدا عن ندره الطاقه. نتمنى يا رب يتم تعميم مثل هذه التجارب في ربوع مصرنا الحبيبه حتى نستطيع ان يكون عندنا بدائل لمصادر الطاقه المختلفه. شكرا ليك في هذا اللقاء دكتور مصطفى النحراوي، الباحث بالمعمل المركزي للنخيل. شكرا ليك يا دكتور.
شرفتني يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل وتاني فقره من فقرات برنامجنا الحواريه، ولا هنتكلم فيها دور الفلاحين في المرحله القادمه.